إلى ملف النقاش لنهاري اليوم. دائما في هذا الملف وهو ملف النقل البحري للمسافرين، وزير النقل أكد على ضرورة الرفع من مردودية مؤسسة النقل البحري للمسافرين والذي يبدأ بتطهير محيط العمل بالشركة. زهانة أكد أن معالجة الاختلالات في التسيير والمعايير الدولية والعنصر البشري أولويات القطاع، تحسين منظومة النقل البحري واسترجاع مكانة الأسطول الوطني دوليا نقاط وأخرى، وناقشها مع ضيفي عبر الهاتف سيد رشيد حاج هني مختص في النقل البحري واللوجستيك. أهلا بك سيد هني. مساء الخير، تحية وتقدير لجمهورنا المشاهد لقناة النهار وليك أستاذ عبد الملك. شكرا لك، مرحبا وشكرا على قبول هذه الدعوة. ما هو تعليقك على تصريح وزير النقل الذي كان جريئا في مواجهة الحقيقة، وهي أن مؤسسة النقل البحري للمسافرين تعيش جملة من المشاكل، وصلت إلى غاية أن رئيس الجمهورية تكلم عليها في أحد لقاءاته الإعلامية؟ أكيد أنه لما نتكلم على مؤسسة النقل البحري اللي هي مؤسسة يعني ذات طابع تجاري وكذلك يعني مؤسسة عريقة، يعني حتى يعني نقول نتكلم لما نتكلم عليها نقول أنها يعني من أحد المؤسسات اللي هي قديمة، يعني حتى في إنشائها وحتى في ممارستها، وكذلك يعني معروفة مؤسسة يعني كان عندها مصداقية يعني في البحر الأبيض المتوسط. لما يعني تكون فيه قراءة لكلام سيد لتصريح سيد وزير النقل، واللي هو يعني كان مخصص يعني موجه مباشرة إلى الإطارات اللي هما حضروا اللقاء، وكذلك يعني كان تصريحه يعني مباشر ويعني كان صريح، يعني راح يكون فيه يعني يعني طرق اللي هي ردعية فيما يخص المسؤولين. طيب سيد رشيد حاج هني استسمحك، ابقى معنا، أكيد سوف نواصل هذا النقاش، ولكن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وضوحيها يرفع على مسامعنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، استكمالا لبقية أخبارنا ودائما مع ملف النقاش الثاني لنهار اليوم، معك سيد رشيد حاج هني المختص في النقل البحري واللوجستيك، أنت معنا عبر الهاتف. توقفنا عند أنه المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تعاني من عديد المشاكل، خاصة مشاكل في التسيير وبعض الاختلالات المسجلة لدى عمل بعض الإطارات حسب تصريح وزير النقل. تفضل. أكيد أنه أستاذ عبد الملك أنه مؤسسة النقل البحري الجزائري مؤسسة عريقة كما قلنا أستاذ، وقلنا أنه هذه المؤسسات اللي هي يعني تعتمد عليها الدولة كثير، يعني من ناحية المداخيل ومن ناحية يعني حتى يعني المداخيل الخاصة بالخزينة العمومية. هذه المؤسسة اللي اليوم نبحث على تجديد يعني منظومتها وتجديد استراتيجيتها، وحتى السيد رئيس الجمهورية حث كذلك على يعني عصرنة قطاع النقل البحري، و يعني يرجع الى الواجهه الاصليه نتاعو، الخدمات اللي يقدمها للمسافرين، مسافرين يعني داخل الوطن وخارج الوطن، وحتى الجاليه المقيمه في الخارج. لذلك لاحظنا انه السيد الوزير في قراءه لتصريحاته لبعد يعني اللقاء اللي جمعوا مع الساده المدراء يعني لقطاع النقل البحري، لاحظنا انه السيد الوزير اللي تي مي كونتون، يعني كان يعني نوعا ما يعني قلق من ناحيه يعني من 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 الاداء من اداء الشركه، نعم دو سي بروبليم اللي راهم يتعاني فيه يعني تعاني منه الشركه، وكذلك تقاعس بعض المسؤولين وبعض المدراء اللي ما همش يقوموا بالواجب تاعهم. اكيد انه السيد الوزير لحقته تقارير يعني تقارير هذا الموضوع، ولحقته كذلك يعني تقارير اللي هي يعني توضح نوعية الخدمات اللي تقدمها يعني الشركة، وكذلك يعني المردودية نتاعها. لذلك احنا عندنا احنا نطالب وكنا طالبنا باستراتيجية وطنية لتسيير الموانئ وعصرنتها وتحديثها، وكذلك تكلمنا على لاكونيكتيفيتي دي بور، تكلمنا على تجديد الاسطول الجزائري اللي هو يعني اللي هو يعني راوي يجدد يعني بطريقة تدريجية. طيب سيد رشيد حاج هني، خلينا نكون صرحاء قليلا، في الكثير من الأحيان هناك فيديوهات يعني تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من مسافرين عبر هذه يعني البواخر، بواخر النقل البحري العمومي، يشتكون من بعض الأمور يعني التي أصابت هذه البواخر من جراء غياب الصيانة، والوزير تكلم على أنه
ضرورة تفعيل عنصر صيانة البواخر من أجل المحافظة على أسطول النقل البحري في الجزائر. تكلم أيضا على ضرورة يعني معالجة الاختلالات، وقال أنه هناك بعض الأطراف التي تعمل على ربما تحطيم هذه الشركة من أجل يعني فتح المجال واسع أمام شركات أجنبية لدخول السوق الجزائري. كيف يمكن إعادة يعني السماح لهذه الشركة بالوقوف على قدميها من جديد وأن تصبح شركة رائدة في الجزائر وتغطي كل الخطوط المطلوبة من طرف الجالية الجزائرية؟ أكيد أنه تصريح السيد الوزير كان يعني تصريح يعني مدروس، وكذلك يعني كان قلت لك يعني استند إلى تقارير اللي راهي في الميدان، وكذلك ولاحظنا أنه السيد الوزير يعني كانت له زيارات لعدة موانئ جزائرية مؤخرا، ميناء سكيكدا. لذلك مجموعة من ما استخلصه السيد الوزير فيما يخص زياراته الميدانية، لاحظ أنه فيه تقاعس من طرف بعض المسؤولين. اليوم نتكلموا على مؤسسات النقل البحري، نحن نريد أن هذه المؤسسة يعني تقدم الأفضل وتكون في الريادة، يعني نبحثوا عن مكانتنا في العالم. لذلك نريد تطوير هذه المؤسسة وتطوير مناهجها وتطوير سياسة تسييرها، وكذلك يعني اليوم نحوشوا يعني نمشيوا إلى ما هو أفضل لتقدموا هذه المؤسسة، وهي مؤسسة خدماتية وتجارية يعني ومنطقة. اليوم السيد الوزير تقع أنه في تقاعس، ولابد من ردع هذا المسؤولين، لابد من اللي يعني اليوم نشوفوا مسؤولين اللي يعني يكون هو يخدم يعني ينال المنصب نتاعه، واللي ماهوش يعني ماهوش قادر على تأدية مهامه ولا عنده أغراض أخرى يا أخي. اليوم يعني ما ولابد من فصله من هذا المنصب. هذه الكفاءات كاينين وحاضرين، واليوم كذلك لاحظوا أنه هذه الفيديوهات اللي راهي تروج اللي تحطيم المؤسسة، نقولوا أنه يعني هذا الشيء اللي راه يوقع يعني من غير يعني يقع بطريقة غير قانونية ومخالفة تماما، لابد من وضع حد لهذا الترويج اللي هو عشوائي. وكذلك المؤسسة اليوم باش نقوموا يعني نعاودوا نرجعوا لها المكان تاعها، حنا نبحث على استراتيجية، نبحث على تحديث المؤسسة، نبحث على الكفاءات، نبحث على تطوير الكفاءات، نبحث كذلك اسمح لي استاذ عبد الملك، نبحث كذلك على النهوض بهذا القطاع. ويعني اليوم نظنوا أن الدولة الجزائرية قامت وعندها يعني صرفت مبالغ يعني كبيرة على هذا القطاع. اليوم لذلك اليوم كان قرار السيد الوزير فيما يخص ردع هذا المسؤولين، كان يعني أنا نأيده، يعني صراحة نأيد السيد الوزير فيما يخص هذه القرارات اللي هي قرارات ردعية وسوف تكون مستقبلا، وراح نشوفوا يعني بعض المسؤولين اللي راح يغادروا القطاع. لذلك لابد من وضع حد لهذه الممارسات الغير أخلاقية مهنيا. لذلك احنا نحوشوا يعني ماذا بينا الهدف تاعنا اليوم نهوض بقطاع النقل البحري ورجوعه الى الواجهه، لانه هذه المؤسسه معريقه وهذه المؤسسه عندها مكانتها. يخص يعني فيه بعض النقائص على كل حال انا عارفين، ولكن ممكن استدراجها وممكن يعني تصليح المنظومه هذه، وممكن حتى يعني اعطائها يعني دماء جديده وضخ دماء جديده في القطاع بكفاءات واطارات يعني جدد ومؤهلين. لا نتكلم على التأهيل، لابد يكونوا مؤهلين للنهوض بهذا القطاع. نرجو أنا مع السيد الوزير في اتخاذ طيب. هذه القرارات الردعية. شكرا لك سيد رشيد حاج هني المختص في النقل البحري واللوجستيك، شكرا لك على حماسك وعلى كل ما قدمته خلال هذا النقاش.